مش عارف اجيبها لكم ازاي، بس بالاخر كده النهارده هنتكلم على countries، الدول في الانجليش، حاجه بيسك. يلا بينا نبتدي مع بعض. هنبتدي الاول بالدول العربيه، واول دوله معانا طبعا هي دولتي ودولتك، مصر. ما فيش حاجه اسمها ايجيبت، اوكي؟ لازم في دي خفيفه قبل الجاي، فتقول ايه؟ اي د د د ايجيبت، اي د د د ايجيبت. الجنسيه ما تقولش ايجيبشن، مش عاوز يان دي، يقول ايجيبشن. Egyptian. جزائر، اوكي، بالانجلش الجيريا، والال ده في برضه دي الجيريا. الجنسيه الجيريان. موراكو والمغرب، موراكن مغربي او جنسيته مغربيه. لبنان، 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 تحس الاسم فيه دلع كده. والجنسيه لبنيز برضه، يعني منتهى الدلع اللي في الدنيا. سوريا، نطقها رابع والعربي، ما تقولش سوريا، قول سوريا. والجنسيه الناشوناليتي سيريان. السودان، سودان، سودان. والجنسيه سودانيز، سودانيز. عندنا كمان تونس، تونيزيا او تونيزيا. اغلب الكلمات في الانجليش اللي فيها اس اي اي، عشان هدي هتيجي تاني معانا في الفيديو، ممكن تقولها زيا او جا جا. تونيزيا، تونيزيا. الدوله اللي بعد كده، لا دي ملناش دعوه بيها، دي مش دوله اصلا. ايوه هي دي، بالستاين، بالستاين اللي هي فلسطين. سعودي ريبيا، سعودي ريبيا او سعودي ريبيا، يعني ممكن تقول سعودي وممكن تقول سعودي ريبيا. الجنسيه برضو سعودي، يعني سعودي او سعودي، سعودي اور سعودي. امارات، الامارات طبعا، اماراتي يعني الجنسيه الاماراتيه من الامارات، اماراتي او انطقها تيادي اماراتي. قطر، قطر اللي هي قطر، وقطري او جنسيته قطريه قطري، قطري. نخش بقى على الدول بتاعت اوروبا. عندنا اول دوله كده وبنتلخبط فيها كتير هي فرنسا، فرنسا، فرانس. الجنسيه اسمها فرنش، ويا ريت تقول التي قبل السي اتش، فرنش. قهوه فرنساوي مثلا بنضرب على القهوه كل يوم، فرنش كافي. وعلى فكره لسه في حاجه اسمها فرنش كيس. احنا بنتلخبط ما بين المانيا اللي هي جيرماني، جيرماني، والماني او جنسيته الماني اللي هي جيرمان. يعني مثلا اقول لصاحبك كل يوم انا عاوز اشتري كلب الماني شيبرد، اللي هو جيرمان، اسمه جيرمان شيبرد مش جيرماني شيبرد. البرتغال، اوكي، دي نطقها صعب شويه، ركز معايا، بنقول بورتوغال، بورتش، تش، التي تقلبها سي اتش كده شويه فيها شين، بورتوغال، والال تبقى مضخمه كده في الاخر. والجنسيه بورتوجيز. عندنا بقى دولتين فيهم واحده في اوروبا فبتلخبطنا كتير مع الثانيه، اللي هي اوستريا. اوستريا دي النمسا، وهي حاجه، واستراليا حاجه ثانيه اللي هي استراليا. يبقى عندنا اوستريا، اوستريا، واستراليا. في كمان دوله في شمال اوروبا اسمها ايسلند، ايسلند، ما تلخبطهاش مع كلمه ثانيه في الانجليش اللي هي بمعنى جزيره، ايلاند. ايلاند الاسم ما منطقهاش فيها، ففي فرق ما بين ايلاند وايسلاند. جابان، الجنسيه جابانيز، جابانيز، تحس عينك بتضيق كده وانت بتقول نيز، اوكي، جابانيز. برضه تشاينيز. كوريا، التكي في الاخر، كوريا، وكوريان الجنسيه، كوريا، كوريان. يا رشا، اوكي، دي سهله قوي، رشا، 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 والجنسيه روشن. من الدول اللي ممكن بنطلعها احيانا سياحه ومشهوره في السياحه تركي، اللي هي تركيا، وما تقولش تركي، تركي، والجنسيه تركيش. ذا فيلبينز، الفلبين، والجنسيه فيلبين، فيلبين مش فلبيني. تايلاند، تايلاند، والجنسيه غريبه شويه تاي، تاي. اغلب دول في العالم في الانجليش ما بتاخدش ذا ولا ايه ولا ان، ما عدا شويه دول زي يونايتد ستيتس اوف امريكا، ذا نيذرلاندز اللي هي هولندا، عندنا كمان ذا فيلبينز، ذا يونايتد ارب اميريتس اللي هي الامارات العربيه المتحده. شويه ايديومز او مصطلحات، ليتس جو داتش، ليتس جو داتش كمصطلح تقوله لما تبقى مع صحابك في المطعم او في الكافيه ومحدش فيكم عاوز يعزم، وفي الاخر واحد فيكم يقول ليتس جو داتش، يعني خلي كل واحد يحاسب لنفسه. باردن ماي فرنش، يعني لو قلت كلمه وحشه وعاوز تقول مثلا انا اسف انا اتكلمت بالطريقه الوحشه ديت،
اوكي فممكن او انا قلت الكلمه الوحشه دي تقول pardon my French. It's all Greek to me. لما تبقى قاعد مثلا اتنين سمع اتنين بيتكلموا ما انتش فاهم اي حاجه، يمكن لانهم بيتكلموا في موضوع متخصص جدا او يا اما انهم بيتكلموا لغه غير اللغه اللي انت بتتكلمها، فتقول It's all Greek to me. تمام، يعني انا مش فاهم اي حاجه. I don't understand anything. Thank you and wish you all the best. يلا اشوفك على خير. باي.